فمن الأمور المعينة على السلامة من الفتن والمباعدة عنها الرجوع إلى العلماء، وتأمل هذا الأدب والتأديب على ذلك في قول الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني العلماء الكبار الراسخين، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم رحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال أمر من الأمن أو الخوف، يعني مصالح الأمة الكبيرة التي تمس أمن الأمة أو تمس خوف الأمة، هذه الأمور الكبار العظام ما يصلح أن المرء ينساه. حتى من الخطأ الكبير الآن الذي يستهين بكثير الناس هذه الجوالات، تجد كثير من الأمور وقضايا التي تمس الأمة وتمس أمنها ومصالحها الكبار يتراسل كثير من الشباب والناشئة أمور لم يتحققوا منها ولم يتثبتوا منها، وتجد أحيانا الرعب يدخل في قلوب كثير من الناس من أكذوبة يتناقلوها، وهذا من الخطأ. قال أذاعوا به، أذاعوا به في الزمان الأول إذا أراد الإنسان أن يذيع خبرا يحتاج إلى ماذا؟ أن يتنقل وأن يكثر التنقل من مكان إلى آخر. الآن ما يحتاج يتنقل، في بيته يضغط زر ويصل ما يريد أن ينشره إلى آلاف الناس في بلده وفي الدنيا كلها. مصيبة الآن وخطر عظيم جدا، ولهذا تناقل الرسائل والأخبار والإشاعات ما يصلح أبدا، هذا من الأمور التي يأثم بها الإنسان. ليس كل خبر ينقل حتى وإن صح، فكيف بما لم يصح؟ وإنما ينظر هل هذا ينفع أو يضر. وأحيانا يكون أعداء الأمة يشيعون خبرا ثم يسهم أبناء المسلمين في إشاعته ونقله بين المسلمين، مما يترتب عليه ضعاف المسلمين وإخافتهم وخلخلة أمنهم. أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهذا تأديب من الله لعباده، أدبهم بأن يرجعوا إلى العلماء الأكابر، فالرجوع إلى العلماء فيه البركة وفيه السلامة بإذن الله سبحانه وتعالى من الفتن.